السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. زي ما انتوا شايفين كل سنة وانتوا طيبين. هنعمل مع بعض أو نلون مع بعض بيض شم النسيم، دول كده 3 ألوان معانا. ال3 ألوان دول يا حبايبي موجودين في بيتنا، طبعا مش هنجيب أي حاجة من بره، ألوان طبيعية مش صناعية. وزي ما انتوا شايفين اهو بنزين في الاخر بورق الفوم او ورق القص واللزق، اهو زي ما انتوا شايفين بطريقة جميلة، اهو زي ما انتوا شايفين الوان كلها بهجة وفرح وسرور زي ما بيقولوا كده. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف الالوان الطبيعية دي هنحصل عليها ازاي. طبعا ادي البيض بتاعنا اللي هنلونه مع بعض، ادي الحاجات بقى اللي هنلون بيها، حاجات متوفرة في كل بيت طبعا. ده عارفينه طبعا، ايه ده؟ قشر البصل اهو. بصوا احنا عايزين نلون يعني بحاجة طبيعية قوي قوي، وحاجة يعني ايه مضمونة من الاخر، هتدينا نفس ال يعني نفس الحاجة الحلوة، نفس البيض الملون، من غير تعب، من غير اي حاجة، من غير مجهود، من غير تكاليف، وفي نفس الوقت هتكون مضمونة. ده قشر البصل، قشر البصل ده الفاتح بيدينا لون ذهبي حلو، قشر البصل الأحمر بيغمق اللون شوية لو انت عايزاه. ده معايا البودرة بتاعة البنجر من عند العطار، بتجيبيها برضو حاجة مضمونة وحاجة كويسة قوي، الشمندر لو تعرفوه، وده الكركديه طبعا انتوا عارفينه، اي حد فينا عارف الكركديه. هنعمل ايه مع بعض دلوقتي؟ هنجيب البيض بتاعنا وهنجيب حاجة، يلا نشوف هنعمل ايه. هجيب كده الحاجة اللي هسلق فيها البيض. إيه هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بمية كده يعني تكون ايه، ما تكونش ساقعة، تكون سخنة شوية. إيه هنزل بالحاجة بتاعتي سواء الكركديه او البودرة بتاعت البنجر او البصل، هنزلها كده اهو، هحط بس نقطة خل علشان اللون يثبت معايا، نقطة صغيرة، وهحط كمان يعني سنة ملح كده صغيرة علشان لو في بيضة بتشاور عقلها ان هي تتفتح او كده معانا، لا الملح ده هيثبتها، هيوقفها عند حدها. هنزل بالبيض كده بالواحدة، طبعا هنغطيه بالمية زي ما انتوا شايفين كده اهو، اهو كده نزلنا بالبيض بتاعنا. بعدين هنرفعه على النار، طبعا انتوا عارفين الوقت بتاع اللي بنسلق فيه البيض الوقت بيكون قد ايه، هنرفعه على النار وهياخد اللون اكيد معانا. هنعمل برضو نفس الخطوات في قشر البصل وفي الكركديه، وبعدين هنعمل بقى فيه افتكاسات، هنشوف هنعمل فيه ايه مع بعض ونزينه بقى بطريقة حلوة علشان لو اولاد يفرحوا كده. وكل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم كده بالصحة يا رب. هنعمل معاكم كده كمان قشر البصل علشان تشوفوه، هننزل بالبيض زي ما قلنا، وقلنا ايه نقطة الخل علشان اللون يثبت، وكمان رشة الملح علشان البيض معايا يثبت ما يفرقعش. وانزل بقى كده بقشر البصل عادي كده خالص، احطه كده اسيبه في المية، هو هياخد اللون الذهبي الحلو الجميل. لو عايزة اللون يبقى اغمق شوية هيبقى قشر البصل اللي هو الايه الاحمر، هنرفعه على النار، وبرده الكركديه هنعمل فيه كده. دلوقتي بقى اثناء ما البيض على النار هنعمل ايه؟ عارفين انتوا طبعا الاشكال دي اللي هي القص واللزق، عارفينها اهي بتيجي مجموعه مع بعض. بصوا بقى هنعمل ايه، هو في جاهز يعني الحاجات اللي بتبقى زي الدايره دي اللي بتتحط على البيض بتتباع جاهزه، بس انا مش لقيتها بصراحه في المكتبه او مش لقيتها في اي مكان، فجبت دي بقى
هجيب هعمل ايه المسطرة دي معروفة طبعا في كل بيت، هجيب بقى اللي احطها هنا واعمل ايه، اعمل دايرة بالقلم كده زي ما انتوا شايفين، اضغط بقى على القلم يعني من غير ما اقص ولا اي حاجة، ضغطة كده بسيطة هلاقي الدايرة طلعت في ايدي كده. انا عملت دايرة بالوان متعددة هقدر ازين بيها البيض بتاعي، وكمان ورق الفوم ده هقطع منه بقى يعني حتة كده صغيرة على جنب علشان انا مش هاخد كتير، برضو هعمل نفس الحكاية، هعمل دايرة هتطلع في ايدي من غير قص ولا اي حاجة، هقدر اتحكم فيها علشان هي دايرة صغيرة، واقدر ازين بيها البيض بتاعي حتى لو البيض اصلا من غير اي الوان من غير اي حاجة، بالتزيين بالطريقة دي هيبقى اكيد تحفة. ممكن كمان نعمل اسماء حروف، اسماء اولادنا كده يعني، ونحطها على البيض، بيبقى بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. اول ما البيض يستوي ان شاء الله معانا هنزينه مع بعض ونشوف شكله ايه. وده شكل البيض بتاعنا اهو شايفين، بعد ما اتسلق كويس. ده بقى قشر البصل شايفينه كويس، لونه اهو جميل خالص. وده بقى الكركديه اهو، طلع معانا بيض نعام ولا بيض معرفش ايه، والله حلو لذيذ شكله اهو. وده بقى البنجر اللي قلنا عليه، لونه طبعا جميل قوي قوي، مفرح مبهج بجد. يلا بقى هنزينهم بالقص واللزق اللي قلنا عليه ونشوفهم. في افتكاسات وحاجات تانية كتير انتي تقدري تلوني بيها البيض بتاعك، ممكن تجيبي اللزق ده وتلزقيه على البيضة قبل ما تحطيها في على النار، هيطلع لك اشكال وكده فيها. يلا بقى هنزينه بايدينا احنا والولاد ونشوف شكله مع بعض. وده الشكل النهائي للود بتاعنا زي ما انتوا شايفين، بعد ما زينوه الولاد بالطريقه اللي قلنا عليها اهو، طريقه سهله وبسيطه قوي قوي، هتحصلي بيها على احلى بيض لشم النسيم تفرحي بيه ولادك. حاجات كلها موجوده في البيت، الوان طبيعيه قوي ومش حاجه صناعيه يعني مضره. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو ياريت تضغطي لايك وشير وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. شايفين شكل البيض قد ايه جميل، وكمان البيض اللي هو بالكركديه شايفين لونه طالع تحفه بصراحه. يلا بقى اسيبكم، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.